مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. طبعا كلام كتير النهاردة عن تدريب النادي الأهلي، عن طبعا الأخبار المحلية زي ما عودنا حضراتكم، طبعا أزمة القيد، مواعيد طبعا الأهلي والزمالك أزمة كبيرة هنتكلم فيها في الحلقة، ولكن كمان هيكون معانا طبعا الكرة العالمية زي ما عودنا حضراتكم. والحقيقة إن الواحد لما يبص النهاردة برضو على جدول البريمير ليج ويشوف ليفربول وهو بيلعب مع مانشستر سيتي، وعندنا محمد صلاح كمان أستون فيلا، وهنشوف تريزيجيه بيلعب النهاردة، كل مرة بنشعر بنفس الفخر، كل مرة كأننا ما تعودناش، كل مرة بنبقى مبسوطين الحقيقة إن احنا بنشوف نجوم من عندنا بيتألقوا في الدوري الإنجليزي اللي هو أقوى دوري في العالم. النهاردة مباراة مهمة جدا ليفربول ومانشستر سيتي، وطبعا يا أحمد بعد مساء الخير عليك، انت بتشجع مانشستر سيتي؟ لسه ما اقدرش اقول لك، يعني مساء الخير على حضراتكم بدايه. وبعيدا عن الكوره، انا بشوف ان يورجن كلوب وبيب جوارديولا اثنين بيتهيألي هم الافضل على مستوى يعني الاداره الفنيه في العالم كله النهارده، مش بس في الدوري الانجليزي. فعشان كده دايما بحس انه الاثنين عندهم فلسفه مختلفه، اصحاب بصمه، تقدري تستمتعي بالكوره. اصل الكوره طبعا مكسب وخساره، بس مهم جدا وانت بتكسب انك تبقى مستمتع، ومهم جدا وانت بتلعب انك انت تمتع جمهورك وتلعب كره حلوه. والفرقتين دول من اكتر الفرق النهارده. بس يورجن كلوب دايما كعبه عالي على بيب جوارديولا، باستثناء طبعا المباراه الاخيره اللي كان ليفربول حسم الدوري. مفيش حد كعبه عالي على جوارديولا. وانا عايزه اطلع ده منك. عايزه اطلع عالي. ده منك. يعني بحب كلوب جدا، بس انا جوارديولا بالنسبه لي احسن وافضل مدير فني يمكن جه في ال 20 سنه. بيحطوه في مقارنات كتير، مره مع مورينيو، مره مع زيدان، مره مع كلوب، لكن انا شايف ان جوارديولا يمكن يكون الافضل من بعد أليكس فيرجسون. وعلى فكرة بمناسبة الدوري الإنجليزي، يمكن واحدة من أكتر الحاجات اللي بتميز الكرة في إنجلترا إنه سبحان مغير الأحوال. يعني أيام تجيبك وأيام توديكي. أنا ابتديت أتفرج على الدوري الإنجليزي كان المان يونايتد هو تقريبا اللي مسيطر مع فترة أليكس فيرجسون، وكان بيطلع معاه فرق تنافس، يعني شوية نشوف نيوكاسل، ما كانش في حاجة اسمها مان سيتي، يعني مان سيتي ده كان في الأطلال. ليفربول ما كانش، يعني ارسنال في يوم من الايام كان من اقوى فرق الدوري الانجليزي. وما زال لا، ارسنال عنده حاله ثبات دلوقتي. ارسنال بدا مع ارتيتا، ولكن ارسنال الفتره اللي فاتت اللي قبل دي الحقيقه كانوا مشجعي ارسنال بينهاروا. لا انت ما شفتيش ارسنال مع ارسن فينجر لما كان في الاول، بس تيري اونري، وكان في باتريك فييرا، وكان في فيراس، وكان في ارسن فينجر. لا اخر ارسن فينجر كان ارسن فينجر خلاص قدم كل عنده، وما كانش عنده نفس القماش. لكن انا بكلمك على جيل تياري اونري وفييرا وبيراس ودينيس بيركامب ومارك اوفر مارس، كان ارسنال تاني خالص. يعني ولكن كان يعني كان عملاق من عمالقه اوروبا. اكتر مدرب بحبه يورجن كلوب طبعا، وزي ما قلت لك ان انا بحب فيه فكره العامل النفسي كمان ازاي، وتصريحاته في المؤتمرات الصحفيه، وازاي بيقدر يتعامل مع لعيبته، ودي حاجه بتفرق جدا مع اللعيبه. بس خلينا نتفق ان احنا بالنسبه لنا ليفربول المو، يعني لو مو صلاح مش في ليفربول اعتقد انه ليفربول يفقد شعبيته بشكل كبير جدا، مهما بقى كان بطل انجلترا او مهما كان بيوصل في بطولات اوروبا. لكن الاهم في النهايه بالنسبه لنا هو ان المو صلاح، وتريزيجيه طبعا ابننا هيلعب النهارده مع الارسنال ماتش مهم جدا.